يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون وستة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا وأربعة وثلاثين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مئة وأربعة عشر ألف شخص ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضروره المبادره والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه التي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه